لكن احنا مضطرين مشاهدينا نروح لمؤتمر صحفي من منى لمتابعة آخر التطورات فيما يتعلق بشؤون الحجاج، وهنرجع لحضرتكم مرة تانية. عرفات كانت جميع الحالات عادية ما بين ضربات شمس وأزمات قلبية، إضافة إلى حالة خطيرة كانت جلطة دماغية وعملية زايدة دودية. الآن التركيز في ميناء على محطات القطار وعلى الطرق المتجهة إلى الحرم المكي. جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي وكافة إمكانياتها مجندة خلال الأيام القادمة إن شاء الله لتحقيق أفضل الخدمات لنجاح الموسم، مع الشكر والتقدير لجهود جميع الجهات المشاركة في موسم الحج. شكرا. طبعا هذه الحقيقة خلاصة أو إيجاز سريع لأهم نتائج الخطط التي تم تنفيذها، وأنتم كنتوا شركاء لنا الحقيقة في متابعة النتائج على أرض الواقع. ولكن إذا كان هناك من أسئلة ذات صلة بالخطط تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. جماح تغريري الإذاعة السعودية، أولا نهنئكم ونهنئ خادم الحرمين الشريفين على النجاح الباهر الذي تحقق في حج هذا العام بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الخطط المحكمة التي وضعت من قبل كافة الجهات المشاركة، فنزف لكم التهنئة والتبريكات الخالصة حقيقة بهذه النجاحات. سؤالي سعادة اللواء، في هذا العام تم تطبيق نظام البصمة العشوائية، ما هي النجاحات التي تحققت من خلال تطبيق هذه البصمة، وما هي الإجراءات التي تتخذ من خلال يعني ردع المخالفين من الحجاج الذين يتم التعامل معهم من خلال هذه البصمة؟ شكرا لكم سعادة اللواء. لا، هذا موضوع البصمة هو الحقيقة لرصد وضبط الحجاج المخالفين الذين لم يحصلوا، حجاج من داخل المملكة الذين لم يحصلون على التصاريح لأداء فريضة الحج وتمكنوا من الوصول إلى المشاعر المقدسة، يتم متابعتهم وأخذ يعني بصماتهم حتى يمكن التعامل معهم طبعا بعد نهاية موسم الحج وفق التعليمات المعتمدة في هذا الشأن. هي ليست المرة الأولى، يعني هذا الموضوع يمكن أو هذه الإجراءات تم البدء فيها منذ العام الماضي، لكن بلا شك أنها في هذه السنة ربما تكون توسعت ويعني إمكانياتها أفضل مما تم في السنوات الماضية، ونأمل أن تحقق النتائج المرجوة منها في يعني رفع مستوى الوعي لدى الجميع، يعني سواء من مواطنين أو من المقيمين في المملكة، للانضباط بالحصول على التصاريح لأداء فريضة الحج. والكل الحقيقة أعطي هذا الحق، يعني لكن لابد من التنظيم، لابد من الحرص الحقيقة على ضبط الأعداد، أعداد من يؤدون فريضة الحج. هناك ضبط لمن يؤدون فريضة الحج من خارج المملكة، والمملكة جادة حريصة جدا الحقيقة، وتعمل كل عام على يعني رفع مستوى ضبط حجاج الداخل وفق النسب المحددة وفق الأعداد المحددة لهم، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في المملكة. وكل هذا الحقيقة الغاية منه هي الحقيقة تمكين الحجاج جميعا لأداء هذه الفريضة بيسر وسهولة وأمان. واستمعنا طبعا إلى ما تفضل فيه الأستاذ حاتم قاضي ممثل وزارة الحج عن عمليات التفويج، لأنه تظل الطاقات الاستيعابية في كافة الأماكن التي تؤدى فيها مناسك الحج، في الحرم الشريف، في منشأة الجمرات، كل هذا يعني طاقات محددة. ولذلك حتى يستطيع الجميع أن يؤدي هذه الفريضة لابد الحقيقة أن نتأكد أنه يعني أنه الأعداد لا تتجاوز هذه الطاقات الاستيعابية. نحن يعني فريضة الحج يعلم الجميع أنها فريضة محددة الزمان والمكان، يعني الصعود لعرفة له وقت محدد، والرمي جمرة العقبة له وقت محدد، وكل
نسك من مناسك الحج الحقيقة محدد بوقت، ولذلك هذا الوقت هو الذي يحدد لنا جميعا كم يمكن أن نستوعب من حجاج بيت الله الحرام. والدولة حريصة كل الحرص الحقيقة على تطوير كل ما يمكن أن يرفع من هذه الطاقات الاستيعابية حتى يمكن لأعداد أكبر من المسلمين أداء هذه الفريضة، ولكن بلا شك تظل معايير الأمن والسلامة وكذلك قدرة الحجاج على أداء النسك بيسر وسهولة من أهم المطالب، من أهم مطالب يعني سواء للحجاج أو لنا جميعا يعني كمنظمين لأداء هذه الفريضة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهني قيادتنا الرشيدة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام. سؤالي لسعادة العقيد عبد الله، في هذا العام تم يعني تجربة وضع خيام مقاومة للحريق في مشعر عرفات، أنتم كدفاع المدني ما هي أبرز الملاحظات التي قمتم برصدها، وهل هناك توجه ونية لعملية التوصية بتعميمها وجعلها عن مخيمات دائمة؟ وسؤالي الثاني للأستاذ حاتم قاضي، هل هناك يعني توعية لمكاتب للحجاج في مشعر عرفات في مشعر منى بضرورة يعني التوجه للأماكن النظامية لشراء كوبون الأضاحي حتى لا يقعوا ضحية للاحتيال من خلال بيع أو تمرير كوبونات مزورة؟ وشكرا. شكرا جزيلا. أعتقد أنه الخيام المقاومة في مشعر عرفة هذا يمكن تكون الحدث الأهم أو الأبرز في مشعر عرفة هذا العام، وهذه المبادرة تبناها سيدي وزير الداخلية حفظه الله، مبادرة من المديرية العامة للدفاع المدني، وهي تأتي تأكيدا على أن المديرية العامة للدفاع المدني أو قيادة قوات الدفاع المدني بالحج مع كل وسيلة أو طريقة تسهل لحجاج بيت الله وتوفر لهم بيئة آمنة أو مريحة. هذا العام كنا نتوقع أن حنا نغطي ما يقارب 50% من مشعر عرفات من الخيام المقاومة للحريق، ولكن بجهود الرجال وبتفاعل الزملاء في وزارة الحج ومؤسسات الطوافة وحملات الحج بفضل الله تحقق ما يزيد عن 95% من مشعر عرفات هذا العام غطي بالخيام المقاومة للحريق، وأعتقد أنه الخيام التقليدية لن يكون لها مجال في عرفة بعد هذا العام. نعم، أي مشروع لا بد أن يكون فيه بعض الملاحظات، الزملاء في المختصين في شؤون السلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني وقيادة الحج سوف يدرسون هذه التجربة ويطورونها بما هو أفضل وبما يحقق أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام. كما تعلم أخ إبراهيم أن معالي وزير الحج والعمرة يلتقي مع 82 ممثل مكاتب شؤون حج خارجية، وهناك محاضر، وفي كل ضمن هذا المحضر مادة أساسية متفق عليها على التأكيد على أن الجهة المختصة بتوزيع كوبونات الهدي والأضاحي هو البنك الإسلامي للتنمية الذي يعمل في خدمة مشروع المملكة العربية السعودية لخدمة اللحوم الهدي والأضاحي. ففي معظم مكاتب الخدمة مكاتب الخدمة المدنية موجود ممثلين، حتى البريد السعودي أيضا اتفقت معه الوزارة على إيجاد ممثلين له في معظم المخيمات حتى يكون تيسير على الحاجة كريم، بدل ما يتعب نفسه ويذهب إلى أماكن بعيدة يجد من اليسر أن يحصل على كوبون ويحصل مقابله على سند حسب رغبته، سواء يكون أضحية أو هدي أو خلاف. طبعا بالإضافة لما تفضل به الأستاذ حاتم فيما يخص كوبونات الهدي والأضاحي، الجهات الأمنية أيضا الحقيقة يعني تقوم بمسؤولياتها لمتابعة أي محاولات لبيع هذه الكوبانات من أشخاص غير مصرح لهم أو أن تكون كوبانات هذه مزيفة، ويعني هناك توجيهات الحقيقة لكافة رجال الأمن لملاحظة أي مخالفات وضبط المخالفات والمتورطين فيها، وعلى ما أعتقد أنه ضبط بعض الحالات، لكن لا تتوفر عندي الحقيقة أرقام
عن عددها، ولا أظن أنه اللي ضبط يعني يمثل هاجس يعني، لكن يظل وعي حجاج بيت الله الحرام وخاصة المعنيين بالإشراف عليهم من دولهم هو الأساس ل يعني الحد من تمكين من يحاول أن يستغل مواسم الحج في مخالفة مثل هذه التعليمات، ويعني محاولة تزييف أي أمر من مما يعني وفر لخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لهذه لنسكهم. تفضل. مساكم الله بالخير، شكرا لهذا الشرف العظيم الذي أحبان الله به لخدمة ضيوف الرحمن، ونسأل الله أن يمكننا وإياكم وخدمتهم على الوجه المطلوب. سؤالي لسعادة اللواء، ما هي مؤشرات قياس نجاح الخطط الموضوعة؟ وسؤالي للأستاذ حاتم قاضي، ماذا عن العقوبات للحملات الوهمية التي ربما هي أكثر ما ينغص صفو الحجيج عندما يصل في بداية اليوم السابع أو الثامن ويكتشف أن الحملة ربما قد تكون وهمية؟ سؤالي للعقيد أيضا عبد الله فيما يخص المخالفات، هل سجلت عدد مخالفات داخل مخيمات منى من استخدام مثلا بعض المواد التي قد لا سمح الله تسبب حريق، أو مواد غير مرخصة، أو يعني عملية الطبخ، أو بعض الأشياء التي قد يقوم بها الحجاج داخل المخيمات، هل من مخالفات محددة؟ أنا أشكركم. منصور الأمير من قناة الإخبارية. حياك الله منصور. طبعا مقاييس النجاح هي بلا شك يعني من أهمها الأمن والسلامة، يهمنا جميعا الحقيقة أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج بأمن وسلامة، وهذا يعني تحقق بفضل الله تعالى، وكلكم طبعا متابعون لأداء هذه الفريضة وتلمسون الحقيقة المستوى الذي تحقق للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، ولكن أيضا من المعايير الأخرى اللي هي أداء هذه النسك بيسر وسهولة، وهذا لمس من خلال النتائج اللي أنا أعلنت عنها يعني في البدايات. بلا شك وصول الحجاج في وقت مبكر يعني عدم قضائهم وقت طويل داخل المركبات على الطرق، لأنه هذا من شأنه أيضا أن يرهق الحجاج، يعني أي واحد فينا يمكن أن يكون في سيارة ويجد نفسه الحقيقة في طرق مزدحمة أو حركة مرور متوقفة، بلا شك أنه هذا يجهد الإنسان، ولكن الكل الحقيقة لاحظ الانسيابية العالية في كافة شبكة الطرق، سواء الطرق التي تربط المسجد الحرام بالمشاعر المقدسة والمواقع التي يقيم فيها الحجاج في مكة أيضا بالمشاعر، وكذلك الطرق في مداخل المشاعر وداخل المشاعر المقدسة يعني.